في عراء الغربة وبردها لا يجد هذا الطفل إلا حضن أمه ملاذا وسكنا، يسترجع عالمه الطفولي الذي سلب منه ليترك في عالم ليس فيه إلا البرد والتشرد والألم وذكريات مفزعة قد لا تشفى منها نفسه أبدا، خلفها هدير طائرات الميج وانفجارات القذائف تبللها دموع خوف أمه وارتعاشة قلبها كلما شاء جند الأسد. عشان عايشين تركين دولنا المي فوقنا، إجا صار المطر طفنا ضافت ديابنا وين بدنا نروح. لطالما ارتبط قدوم الشتاء وهطول المطر عند الفلاحين بالخير والفرج والخلاص، لكن شتاء سوريا مختلف هذه المرة. إنه شتاء عشرات العائلات المشردة على الحدود السورية التركية، لا شيء يقي الأطفال من البرد أو يحميهم من المطر. تجود الطبيعة، يغرقهم الوحل، يذوقون برد الليل بثيابهم المبللة، لا أحد معهم إلا ارتعاشة قلوبهم وانتظارهم الطويل لشمس الصباح الدافئة. العدو من ورائهم ومن أمامهم الحدود المغلقة. الوضع بالمخيم والله سيء. هلق اليوم صلاة ما صلينا الصبح، مي ما أبو، عالم أطفال مرضانة، طبق على النار، طبق على النار، من حطم عندنا نطبخ، شو بدنا نعمل؟ أن القصف أنا برأيي أفضل إذا ما فوتونا نحن، هلا الأطفال كلها مرضاني، هذا الولد المريض وهذا اللي بده حفوضات وهذا اللي بده، والمبارح مرة الله وكيلك صارت تموت، راح تموت سيارة مع التلتقى، التهوا أنا بقول لكم نحن عم نكذب عليكم، نحن عم نكذب، كلها هذا مزح كلها وموتنا كله مزح. والله كله مزح لا تصدقونا. لم تشفع سنين هذا الرجل الكفيف له، فلمدافع الفوزديكا قلب قاس خبره السوريون، كيف لا وقد توجهت إلى صدورهم وبغير حق أخرجتهم من ديارهم في غفلة عن عيون الإنسانية. قناة العربية شبكة شام الإخبارية من الحدود السورية التركية.